أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الموسوعة العلاجية. اليوم رح نتحدث عن دوائر روفيناك، وهو عبارة عن حبوب تستخدم دائما لعلاج الأمور المتعلقة بالتهابات المفاصل أو التهابات الفقرات، وله أيضا العديد من الاستخدامات الأخرى. دوائر الاستعمال لأقراص روفيناك يستخدم لعلاج حالات التهابات المفاصل الذي يعاني منها الكثير وبالأخص كبار السن. أيضا يستخدم لعلاج حالات الاضطرابات العضلية الهيكلية والتي تكون حادة، فهو يساعد في الشفاء منها. أمور لا يجب تناول أقراص روفيناك بها: في حال تناول الدواء وتسبب في ظهور حساسية، لابد من الامتناع عن تناوله فورا. كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من قرح في المعدة أو اضطراب في الهضم الابتعاد عن تناول هذا الدواء، لأنه يتسبب في حدوث مضاعفات لهم، إلى جانب أيضا المرضى المصابون من التهاب الجيوب الأنفية وأيضا حساسية الربو، يجب عليهم الامتناع عن تناوله فورا. أما روفيناك فطريقة استعماله هي: يحدد ذلك الطبيب المشرف على الحالة، ويتم تحديد الجرعة على حسب الحالة سواء كانت شديدة أم لا، ولكن في العادي يتم أخذ قرص إلى قرصين في اليوم الواحد، وذلك في الحالات البسيطة. أما في الحالات الشديدة يتم أخذ قرصين إلى 3 أقراص في خلال اليوم الواحد، وذلك للشعور بتخفيف الألم والراحة. لكم بعض الاحتياطات التي يجب مراعاتها عند استخدام أقراص روفيناك: يجب أخذ بعين الاعتبار المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والشرايين، فيجب الابتعاد عن تناول هذا النوع من العلاج لأنه لا يتناسب معهم تماماً، أو أخذه بحذر شديد بعد استشارة الطبيب. انتظروا منا المزيد على الموسوعة.com. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا أنكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير. أيضاً تقدرون تتابعونا على السوشيال ميديا على إنستغرام والفيسبوك وتويتر.